إذا احتكاك عذبي شهاب مع عبد الله الجزاف نتج عن ضربة جزاء. هاشم عدنان نقول 3-1 ولا 3-0؟ لدينا ركلة جزاء اصطادها حارس مرمى اليرموك، صيدها الآن، جول جول. هاشم عدنان يسجل هدف الأول التقليص بالدقيقة 63. هاشم عدنان بيسجل على عكس اتجاه حارس المرمى، هدف الأول في المباراة لتصبح النتيجة 3-1.